فيدك انا هكلم لوحدي ولا ايه يا عم اللي انت عامله نشاط الكبير شايف كده؟ لا بننظف بس عشان بننظف بس عشان الشوارع بهدلت قوي كده. نبطشيات مع بعضيك ولا ايه؟ اه بننزل بالليل يعني ننزل بالليل ننظف الشوارع. طب اسم حضرتك؟ انا اسمي زياد يوسف. زياد تدرس يا زياد؟ بدرس سياحه وفنادق. سياحه وفنادق جاي يعني النهارده كده تطوعا و تطوعا مع اصحابي يعني مع اصحابي. طب ادي لي عنوانك. اتفضل يا غالي. اعرف نفسك. انا باسل ابو الصعود. ايوه بس تدرس؟ انا لسه مخلص مدرسه وداخل جامعه ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. وايه طب شعورك النهارده كده؟ هو النهارده السبت بقى مش كده؟ النهارده خلاص الجمعه خلص. النهارده الجمعه النهارده السبت. احنا نيجي ننضف بكره بقى ان شاء الله نكمل تنظيف يعني مشوار يعني. لا لا لسه 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 هننضف كل الشوارع دي ان شاء الله ان شاء الله. خش على خير. اهلا وهبه. بتدرس ايه؟ بدرس اعلام. و الجمعه خلصت والسبت احنا فجر السبت كده فجر السبت احنا هنحاول نيجي في اخر يوم عشان في ناس اقل فبنحاول ننظف ونخلي الشارع يبقى احسن لبكره عشان الناس اكيد هتيجي بكره وكده وبس وعايزين الناس بس تفهم ان احنا عايزين ننظف وتهتم بس بالميدان حتى لو هم جايين كده وبس. ربنا يخليك. شكرا. السلام عليكم. ايوه انا رامي خضيره وبدرس هندسه في الجامعه الامريكيه وبس جاي انضف يعني عشان حسيت جيت الظهر وحسيت انه كان كله وسخ قوي مش زي ايام التحرير العاديه يعني فقلنا نيجي ننضف بالليل تعيلوا بقى الايام الجميله. بس كده هنيجي كل يوم وعاوزين ناس تانية تيجي معانا ان شاء الله يعني ده دعوه كل الشباب يجي يساعدوكم اي حد فاضي بدل ما يقعد على القهوه يجي ينظف خلاص. يجي فين المكان اللي يجي يقابلكم فيه ولا يجي هنا في التحرير وهينظف كل واحد يجي لوحده وينظف تمام كده دعوه عامه لكل الشباب اي حد التحرير. اول حاجه بس للناس اللي ماشيه في الشارع وكده يعني من فضلكم بدل ما ترمي على الارض خليها على جنب ترميها في الزباله بعدين عشان دي بلدنا برده مش يعني مش اي كلام. جميله دعوه حلوه ربنا يوفقكم كده يا رب كده ويخليكم مصر كده. شكرا 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 شكرا. ايه دي طبعا كمان ايه دي ولا دي انت بتصور